طيب دكتور عامر بالأحرى، عملية استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، قلت أنه اليورانيوم المنضب غير مصنف، لكن هناك أسلحة أخرى مصنفة وهناك أدلة أن إسرائيل استخدمتها. القانون الدولي المفترض كيف يجب، لو كان هناك طبعا تتفاءلنا وفيه محاسبات يعني دولية، كيف يجب أن يتعامل ويوثق هذه التقارير وينقلها إلى أي الجهات على يعني أمل أن تكون في محاسبات؟ سيدي الكريم، زي ما تفضلت حضرتك، جميع الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال الفترة الماضية تم توثيقها وتم رفعها إلى محكمة الجزاء الدولية. الآن المدعي العام لمحكمة الجزاء الدولية بشهر 5 الماضي قام برفع تقرير إلى المحكمة، طلب فيها على أثرها، على أثر الحرب التي قامت بها إسرائيل في غزة، قام وضف الغربية قام بطلب مذكرة توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ضد رئيس قائد الجيش جالنت وغيرها من القادة. الآن محكمة الجزاء الدولية تدرس هذه المذكرات، مع العلم أنه أنا أعتقد أنه أخذت الوقت أكثر من اللازم وهي تنظر في هذه الملفات. عادة محكمة الجزاء الدولية تحتاج من شهر إلى شهرين إلى 3 أشهر من أجل البت في مذكرات التوقيف. المدعي العام لمحكمة الجزاء الدولية كريم خان قدم الطلب بشهر تقريبا بشهر 5، نحن الآن بشهر يعني على مشارف، دخلنا بشهر 11 يعني قربنا بشهر 11. فالفترة الزمنية التي أخذتها محكمة الجزاء الدولية للنظر في الجرائم التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه الآن قيد النظر. الآن الأغلب التهم التي وجهت إلى نتنياهو وقائد الجيش متعلقة بارتكاب جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، وعلى رأسها طبعا جرائم الحرب على رأسها استخدام أسلحة محرمة دوليا، عدم التمييز بين المدنيين والعسكريين، استهداف الأعيان المدنية. الآن هذا ما يحدث الآن على في السياق اللبناني، لو بقينا في السياق اللبناني، بكل تأكيد يتوجب على الحكومة اللبنانية أن تقوم أيضا، عليها دور أن تقوم بتوثيق جميع هذه الجرائم من أجل رفعها أولا إلى محكمة الجزاء الدولية، وثانيا إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة. نحن نتحدث عن أهم منظمة على مستوى العالم وهي منظمة الأمم المتحدة المسؤولة عن المحافظة على الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي بإمكان الحكومة اللبنانية أن تقوم بتوثيق تلك الجرائم، وأعتقد ليس من الصعب توثيقها، فالعالم كله يشهد ما يحدث في جنوب لبنان ويشهد القصف العشوائي. أذكر مرة أخرى أن عملية القصف العشوائي، أي القصف الذي لا يميز بين المدينة والعسكريين، هذه بموجب القانون الدولي تعتبر جريمة حرب. نحن أمام حالة واضحة وهي القصف عشوائي، القصف الأعمى الذي لا يميز بين مدني وعسكر، لا يميز بين كبير. شكرا لك من دبي دكتور عامر فاخوري أستاذ القانون الدولي.